السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في قناة يوتيوب وفي موقعي amourdecuisine.fr. اليوم سأقدم لكم وصفة جميلة ورائعة، وهي وصفة قلب اللوز باللبن. اتبعوني لمعرفة الخطوات. في إناء عريض ضعي 6 أكواب من السميد الخشن، وأركز أنه سميد خشن وليس سميد رطب. أضيفي عليه 3 أكواب من السكر، اخلطي هذه المقادير جيدا قبل البدء بإضافة السوائل. للعلم أنني أستعمل نفس الكوب كمقدار للزيت أو السكر أو السميد. أضيف الآن كوب من اللبن، وهو لبن الزبادي وليس الحليب المعروف في الجزائر باللبن. ثم أضيفي كأس من الزيت، وما مقداره 100 مللتر من ماء الزهر ليس ماء الورد. طبعا يمكنك إضافة ماء الورد، فهذا سيغير من النكهة فقط. اخلط جميع المقادير جيدا، سواء بمضرب يدوي أو بيديك، حتى تتحصلي على عجينة متماسكة، فهي عجينة ليست كعجين الخبز. ضعي هذا الخليط في صينية فرن تكون عريضة نوعا ما، ورتبيه بطريقة يكون السطح ناعم. شكلي حبات قلب اللوز باستعمال السكين حتى تسهل عملية التقطيع بعد أن يطهى هذا الكعك. زيني كل مربع بحبة من اللوز، يمكنك استعمال أي فاكهة أخرى. اتركيها تستيح 20 دقيقة، ثم أدخليها إلى فرن ساخن درجة حرارته 180 درجة حتى تطبخ جيدا من الأسفل ومن الأعلى. في أثناء هذا الوقت يمكنك تحضير الشربات أو ما يعرف بالشيرة، وذلك بإضافة 6 أكواب من الماء إلى 3 أكواب من السكر، وطهيها لمدة 15 دقيقة. أضيفي في الأخير ملعقتين من ماء الزهر حتى تعطري هذه الشيرة. الآن وقد طهوت صينية قلب اللوز، وحين تخرجها من الفرن نسقيها بالشيرة، نسقيها لمرة أولى ونتركها لتتشرب، ثم نسقيها مرة ثانية نتركها أيضا لتتشرب، وأخيرا نسقيها للمرة الثالثة والأخيرة ونتركها لتتشرب ولتبرد قبل أن نقطعها. أتمنى أن تكون هذه الوصفة قد نالت إعجابكم، وأتمنى أن يكون الفيديو باللغة العربية قد نال إعجابكم أيضا، وأني قد قمت بالترجمة الصحيحة. لا تنسوا أن تتبعوني في قناتي يوتيوب أو حتى في موقعي amourdecuisine.fr، كما لا تنسوا أن تضغطوا أحب جيم. وبهذه أترككم في رعاية الله وحفظه، وأقول لكم إلى الفيديو المقبل إن شاء الله. طاب يومكم وإلى اللقاء.